السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاجل أن تصدق ماذا يحدث للغانوش منذ قليل من داخل المستشفى بعد أن تلقت جرعة. السيد رئيس البرلمان وشد الغانوشي قد بدأت حالته في تطور بسيط بعد دخوله المستشفى بيوم، وحيث أن الغانوشي قد أصيب بكورونا، وحيث أنه قد تلقى الجرعة الأولى ولكن ليس حالته حتى الآن مستقرة ولا يعرف عنها أي شيء، وحيث أدلى الطبيب الغانوشي حيث قال أن الغانوشي حاليا حالته مستقرة ولا يعرف عنها أي شيء، وقال بعد أسبوع سنوافيكم بكل المعلومات عن حالته، وأن الغانوشي قد أمس أصيب بفيروس كورونا اللعين، وحيث أنه قد صدم هذا الخبر كل البرلمان التونسي وصدم كل أسرته وكل محبيه، وحيث أن الطبيب قد أحزن الملايين بهذا الكلام، وحيث قال الطبيب سنوفيكم بكل المعلومات، وحيث قال الطبيب أن الغانوشي قال أنه سيكون بعمله عن بعد ولا يتأخر عن أي شيء من عمله، وحيث دعا إحدى أسرته الغانوشي بأن يشفي الله وأن يخرجه من المستشفى بأمان وسلام. اللهم اشفي الغانوشي واحميه وارجعه للشعب التونسي بأمان وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.